برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرايحة، حلقة مميزة بعنوان العناية بكبار السن، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف كل من الأب حنا كلداني كاهنة كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية، والأخت نهى رئيسة دير راهبات الصليب ببيت العناية الإنسانية بالفحيص. وقد ناقشت الحلقة عدة محاور تتعلق بالعناية الصحية لكبار السن وضرورة إعطائهم الزمن الكافي لقضاء الوقت معهم والوقوف إلى جانبهم. فإلى هناك، كيفية العناية بكبار السن؟ يعني لما بيكون في عندك كبير بالسن، مش يعني العطية أو المكافأة على مسيرة حياته ومسيرة عطائه خلال هالسنوات الماضية اللي أعطى أولاده، هيك إنه يا منعطي الموت الرحيم في حال مرض أو صار عاجز أو مش قادر يكمل الحياة بصحته، يا بنعطي الاوبشن او ايش بسموه الخيار انه موت رحيم او قتل رحيم نعتبره انه انهاء حياته بطريقه ما، او نعطي العنايه. فاخترنا اليوم الحلقه بعنوان كيفيه العنايه بكبار السن. قداسه البابا فرانسيس قال انه العائله اللي بتحس انه كبير السن عاله على عائلتها هو يقع في خطيئة جسيمة. فهذا لأنه نحن قبل كم من يوم عم نحتفل في اليوم العالمي لكبار السن للمرضى والمسنين، وفي احتفال من هون الأسبوع القادم قداسة البابا سوف يقيمه، وأيضا كل الكنائس سوف تشترك بإقامة قداديس للصلاة من أجل المسنين ومن أجل المرضى. من بداية الكتاب المقدس، من الوصايا العشرة، من نعم. السفر اللوح الحجري المحفوظ اللي كتب عليه موسى نعم. الوصايا، أكرم أباك وأمك، وصية من بين كل الوصايا العشرة، الوصية المشروطة، يعني إذا كان فإن، إذا عملت فلك، أكرم أباك وأمك، تطول أيام، يعني مكافأة أيامك على الأرض. نعم. يعني هي الوصية اللي بتعطيك مكافأة بنفس الوقت القيام بها على صعيد البعدين، البعد العاطفي والبعد المادي. أحيانا كثير بيكون الكبار السن هم أصحاب سلطة لآخر لحظة بحياتهم، يعني سواء كانت مالية، سواء كانوا هم أصحاب المال الأساسي لاستثمارات العائلة، أو إذا كان لهم سلطة ثانية على السلطة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو شو من كان، والبعد المادي هذا، وأيضا في البعد العاطفي اللي هي حاجتهم للأولاد وحتى للأحفاد بتصير أكثر من الأولاد. يعني بيصير الأولاد بيكونوا في مرحلة تكوين حياتهم وتأسيس لحياتهم وانشغالهم بالبزنس وبالشغل وبالشو من كانت حياتهم، بغض نعم. النظر عن المستوى الاجتماعي والمادي الاقتصادي، فبيهتموا الأجداد بالأحفاد، فبيكون هذه العلاقة وكأنه يستحضر شبابه في الأحفاد ويتذكر عندما كان بسن أول زواجه وبيجيب الأطفال. فنعمة من الله منحها للناس اللي الله بيعطيهم إنه يكونوا أجداد تيشوفوا الأحفاد. هاي نعمة مش كل الناس بتحصل عليها، فهاي نعمة للناس المميزين عند ربنا، للناس اللي كافأهم. وكثير بالعهد القديم بيشدد ربنا على مكافأة الناس الصالحين بتطولوا أيامك على الأرض، بتشوف أولاد أولادك. ولإبراهيم قال له نسلك. حصى قد أكثر من عدد رمل البحار، ودائما المكافأة كانت هي بالأحفاد. كلمة أكرم أباك وأمك تعني الأب والأم في مرحلة عندما يكون الإنسان طفلا، هناك نوع من الإكرام الخاص للوالدين في الطاعة والتعاون، وعندما يكون الإنسان شابا أو رجلا في علاقة أخرى تنشأ بينه وبين أبيه وأمه، وفي المرحلة الثالثة في حالة الشيخوخة. نعم. فمار بولس يوصينا فليتعلموا أولا أن يبروا أهل بيتهم، وأن يبروا أهل بيتهم في عدة أساليب أنتم ذكرتوها، وأن يفعلوا ما عليهم لوالديهم فذلك مرضي عند الله. فلا تقبل من الإنسان الأعمال الخير والصلاة إذا كان مقصرا في البر لوالديه، وإذا كان أحد لا يعنى بذويه ولا سيما أهل بيته قد جحد الإيمان وهو شر من غير المؤمن. وفي هذه الآية قاسية جدا من تيموثاوس الرسالة الأولى تنبهنا إلى هذا الدور،
هلا اوقات الناس بتقول ليش حاطينهم هون، ليه مش اولادهم بيهتموا فيهم، ليه مش قرايبينهم، يعني في هيدي هالإدانة اذا بدنا نقولها للاهل. فانا بقول منا إدانة، مش لازم يكون عندنا هالإدانة، ومنه شيء عاطل، لان هن عم بيكونوا بمطرح امن، بمطرح محترمين، وحتى من قبل الاهل، الاهل ما عم يتركوهم، اولادهم ما بيتركوهم، بس عندهم ظروف اجتماعية، الحياة شوي تغيرت عن قبل، الحياة الاجتماعية ما عادت مثل قبل، العائلة كلها بتكون حد بعضها، وإذا أنا ما قدرت اهتم ببي أو بأمي، في أختي حدي، في خي حدي، لا هلأ صارت العائلة كتير متفرقة بعدة بلدان، يعني أكيد كلنا بنعرف ولا بيت إلا ما في حدا مسافر، حدا برا قاعد، فالأهل هيك أوقات عم بيكونوا وحدهم، وأوقات كمان عم بيحطوا لهم حدا يهتم فيهم بالبيت، ما عم بيلاقوا النتيجة يلي هن ناطرينها. من هيك بيجوا لعنا، وفي كتير ستات يعني ما عندهم، ما مجوزين وما فين يكونوا وحدهم بالبيت، هن ما موجودين عنا، ونحنا كل جهدنا انه نأمن لهم هالخدمة يلي هن يلي هي مطلوبة منا، يعني لأن في عنا حالات شوي صعبة، في عنا الزهايمر، يعني ناس بتتخط ما بتقوم، يعني خدمة منا هينة، خدمة صعبة، وأنا اللي بتمنى إنه إن شاء الله نكون عم نقديلهم الحاجات يلي هني يلي هني بيحتاجوها، إني ما بيعرف يعبروا أوقات عن الحاجة تبعهم، يعني حاجاتهم يمكن يكونوا عطشانين، يكونوا جوعانين، ما بيعرف يقولوا هالشي، فنحنا بهالمطرح نحنا لازم نكون محلهم ونفكر عنهم. وهيك دائما انا بقول ان شاء الله نكون عم نقدم خدمه يلي المرجوه، يعني الخدمه يلي هني بحاجه لها.